من الآن بإعلان نتائج الطلبة اللي اجتازت مشاريعهم المراحل المتقدمة. شكر خاص للجهات المانحة والمشاركة والجهات التي قدمت منح ورعايات وشراكات لهذه الفعالية الكبيرة في المدينة المنورة في معرض الملك سلمان. ما شاء الله تبارك الله، هنا عندكم جميع الطلبة المشاركين جالسين على المقاعد لأن يستحقوا هذا الشكر وهذا التكريم. طبعا الآن يتم إعلان نتائج الطلبة الفائزين وإعلان مشاريعهم الفائزة. الفائز الثاني الطالب عمار ياسر بابطين. الفائز الثالث الطالبة ماريا غالب الغامدي. ما شاء الله تبارك الله، يتم إعلان أسماء الفائزين والفائزات في هذا المعرض الكبير، المشاركين في هذا المحفل الكبير على مستوى المملكة العربية السعودية المقام في مركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات. الطالب خليل حبيب. ما شاء الله تبارك الله، يعني صراحة الجميع مبسوطين وفرحين جدا 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 بهذا الإنجاز وهذا الإبداع. ما شاء الله تبارك الله، الله يهنيهم ويوفقهم ويبارك لهم. ما شاء الله تبارك الله، يستاهل هذول الفائزين اللي فازوا بالمراكز الأولى في هذا المعرض وهذا المهرجان. صراحة والله يستاهل، الفرحة لا توصف لجميع الفائزين. الجهة الرابعة الشركة السعودية للصناعات الأساسية، شريك علمي ماسي. يمثل الشركة الأستاذ هشام الجربة مدير تنفيذي سابق للتعليم. منذ بداية برامج موهبة كانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابق الدائمة والممكنة لأبنائنا الطلبة من خلال رعاية واحتضان العديد من الفعاليات والأنشطة. الفائز الأول الطالبة دانا محمد الأيتام. الفائز الثاني الطالبة إيلاف عصام الأهدل من إدارة تعليم جدة. الفائز الثالث الطالبة رغد عبد الإله العسيري من إدارة تعليم جدة. الفائز الرابع
طيبة لإماسة علي باخريبة من إدارة تقويم جدة. شكرا للشركة السعودية للسلامة الأساسية سابق. وشكرا لمعاليكم وشكرا لشيخنا الشيخ بدر. وندعو سعادة الدكتور باسل بن عبد الله السدحان نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين لتقديم بقية الجوائز. الجهة الخامسة الشركة السعودية للكهرباء شريك علمي ماسي. ممثل الجهة الأستاذ منذر محمود الطيب نائب الرئيس أول للتواصل المؤسسي والتسويق. امتدادا لشركة موهبة مع الشركة السعودية للكهرباء تقدم رعاية علمية ماسية، كما ستدعم الشركة السعودية للكهرباء معسكر المنتخب السعودي المتأهل لآيسف 2022. الفائزون بالجائزة هم الفائز الأول الطالبة ندى عبد الرحمن القحطاني من إدارة تعليم عسير. الفائز الثاني الطالبة ليان سامر مقبول شريف من إدارة تعليم المدينة المنورة. الفائز الثالث الطالب علي حسن المرهون من إدارة تعليم الشرقية. الفائز الرابع الطالبة جوري عبد الله الزهراني من إدارة تعليم مكة المكرمة. ما شاء الله تبارك الله الفائزين في مجال الأمن السيبراني. الفائزون هم الطالب يوسف صديق يوسف خوجة الفائز الثالث الطالبة سهيلة محمد سالم مرعي من إدارة تعليم الرياض.
الفائز الرابع وسام جابر محمد المالكي من إدارة تعليم صبيا. الفائز الخامس الطالبة مريم مدني الطيب من إدارة تعليم جدة. الفائز الثالث السادس عفوا الطالب فيصل فادي المنيا من إدارة تعليم الرياض. الفائز السابع الطالبة غماسة علي باخريبة من إدارة تعليم جدة. الفائز الثامن الطالب فاضل محمد بن محمد يونس من إدارة تعليم الشرقية. الفائز التاسع الطالب إبراهيم عادل عبد الله المغربي من إدارة تعليم مكة المكرمة. ما شاء الله تبارك الله فائزين من مناطق المملكة. الفائز العاشر الطالبة جنى غسان زكائي من إدارة تعليم جدة. الفائز الثالث عشر الطالب حسين هاني آل سير من إدارة تعليم الشرقية. الفائز الخامس عشر الطالب عبد الإله عبد الله حمدي. الفائز السادس عشر الطالبة نورة محمد المطرفي من إدارة تعليم الرياض.
المركز السابع عشر نور مشعل إبراهيم الفائز الثامن عشر الطالب عبد الله محمد الصبري من إدارة تعليم مكة المكرمة. الفائز التاسع عشر الطالب محمد بن عبد الرحمن القحطاني من إدارة تعليم الطائف. الفائز متم العشرين الطالب محمد شاكر الشريف من إدارة تعليم مكة المكرمة.